مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة. سعادة المهندس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله مهندس. مساك الله بالخير سعادة المهندس، تحياتي لك. الله يمسيك أشكرك النور على تواصلك الدائم وتفاعلك مع مواضيع البرنامج. الله يبارك. سعادة المهندس، الأخ فيصل تحدث عن منطقة وادي الحلو وأشار بأن هناك في توجيه لبناء يمكن مجمع سكني أو شعبية كما ذكر في منطقة وادي الحلو، ويقول صار الموضوع يمكن من 2014 أو تقريبا 2014، لكن للآن ما تم البدء، خاصة أنه كان في إشكالية ونزاع على أرض أفتكر، ويقول الآن أن انتهى هذا النزاع. أنا ما عندي تفاصيل الموضوع بالنسبة للمنطقة، يمكن أنت أدرى سعادة المهندس في تفاصيل هذه المسألة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طبقا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة حفظه الله ورعاه ببناء 33 مسكن في منطقة وادي الحلو في موقع معين، موقع اللي هو بجانب شعبية المهتدي. الحقيقة هذا الموقع به تجاوزات في يعني حظائر، بعض حظائر الماشية، وكذلك هناك مزرعة قائمة وبها أشجار وبها بعض البناء الغير مرخص. وحقيقة طلبنا من دائرة التخطيط والمساحة مشكورة والمجلس البلدي مدينة كلباء وبلدية كلباء بإزالة هذه المخالفات والحظائر والمزرعة اللي هناك. كنا في موقع المشروع قبل 3 أشهر، وحقيقة ما كانت لم يتم يعني لم تزل هذه المخالفات. كان هناك ما زالوا في يعني تفاوض، حاولت إقناع الأصحاب هذه الحظائر وهذه المزرعة أو البحث عن أماكن بديلة لهم، ما انتهى حقيقة هذا الأمر. من جهتنا نحن إذا توفر هذا المساحة البناء، التصاميم الهندسية موجودة، الاستشاري، الأمور هذه عندنا شبه جاهزة، يعني كنا فقط ننتظر موضوع الأرض وجهوزيتها للبناء مباشرة. عندك أي معلومات سعادة المهندس في حال أن هذه الأرض جهزت وإن شاء الله بيكون في بناء قريب ولا لا؟ حقيقة حسب آخر تواصل، يعني الأسبوع قبل الماضي كنا في المنطقة الشرقية، الأسبوع قبل الماضي ما كان في يعني إفادة بخصوص موضوع أن الأرض هذه جاهزة للبناء. ولو يعني احنا بنتواصل مباشرة معهم حقيقة في دائرة تخطيط المساحة والبلدية، إذا بالفعل كانت هذه الأرض جاهزة بالمناسبة احنا كذلك جاهزين. ممتاز. الاستشاري من ناحية التصاميم والمخططات. لكن قبل أسبوع تقريبا، الأسبوع قبل الماضي كنا في المنطقة الشرقية، ما كان في إفادة أن هذه الأرض حاليا صارت شاغرة وجاهزة للتنفيذ. ممتاز، ممتاز جدا. سعادة المهندس، يعني اعتقد حتى ان المنطقة، يعني انت لو بتقول والله اراضي بديلة او شيء، خاصة اللي هي منطقة جبلية وصعب ان الواحد بعد يعني يجد المساحات المناسبة لعمل مناطق بديلة. طيب بالضبط، تعرف تضاريس المنطقة هناك صعبة ووعرة يعني، ولذلك الحصول على اماكن لتنفيذ المساكن ليست بالشيء اليسير والهين يعني. فلذلك ممكن يعني ان المساحات وإن كانت موجودة ممكن بعض الأهالي مستخدمة في استخدامات أخرى، ولذلك لإيجادها ونقل هذه الاستخدامات إلى أماكن أخرى ممكن تأخذ وقت يعني. ممتاز، ممتاز جدا. سعادة المهندس، إذا تسمح لي أيضا، ربما رسائل كثيرة تردنا في موضوع المجمع السكني المزمع إقامته في الرحمانية. هل من جديد يعني حول هذا الموضوع؟ كنت سبق أن ذكرت أن المسألة مسألة مخططات وغيرها، هل في جديد بالنسبة لهذا الموضوع؟ احنا بالنسبة لنا كدائرة اسكان يمكن تكلمنا سابقا ان احنا استبقنا شوي الخطوات يعني حتى كتسعير مقاولين ما شاء الله، كتصميم المشروع، كل هذه الاجراءات من طرفنا تقريبا نقدر نقول شبه جاهزة يعني. ما شاء الله، يعني تكون الارض جاهزة ومستوية للتنفيذ نباشر فيها فورا، يعني استبقنا الوقت، حاولنا نكسب الفترة هذه اللي يتم فيها يعني حسب الوضع القائم الحالي اللي هو دراسة المناسيب أو إعطائنا المناسيب، وتقوم دائرة الأشغال العامة التقني عمل التسوية لهذا المشروع. نعم، ممتاز. فنحن حسب المعاد يعني المعطى لنا من دائرة التخطيط المساحة أن خلال هذا الشهر
تسليم المنطقة المخططة كاملة بالمناسيب وبالإمكان البدء بعملية التسوية. ما شاء الله، يعني الموضوع ماشي بشكل جيد من أجل عمل مثل ما تقول البنية التحتية الأولية من ناحية المناسيب بشكل جيد والطرقات، توزيع المناسب لتلك المنطقة. نعم، لكن احنا حاولنا ان نغتنم يعني عده اشهر، اللي هي مساله المناقصه ومساله ترخيص المخططات وهذه الامور، حتى نكسب الوقت. يعني تعملنا هذا يعني الواجب مسبقا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني اعتقد ان نحن نتكلم عن ايام او خلينا نقول اشهر بسيطه، وان شاء الله نشوف مثل هذا المشروع يبدا باذن الله. سعاده المهندس، اخر سؤال اذا تسمح لنا فيما يتعلق، يعني بعض الاخوه يقولون، يعني بعض الاخوه انا بشكل شخصي عرفت انه بالفعل تم بالنسبه لموظفي حكومه الشارقه بالفعل ما يتم استقطاع اي مبالغ من قبل المساعدات السكنيه، لكن في بعضهم اللي بدأ الاستقطاع منهم من عندهم قبل ما يطلع القرار من قبل دائرة الإسكان في الامتياز اللي يحصلونه موظفي حكومة الشارقة. الإجراءات في هذا المنحة شو صارت سعادة المهندس؟ طبعا بمجرد صدور التوجيه السامي بمكرمة المكرمة السكنية لموظفي حكومة الشارقة بدفع أقساط المساعدة أو الدعم السكني، الحقيقة تواصلنا مع دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية المركزية لحصص هذه الأعداد ولترتيب الآلية، خاصة مع مصرف الإمارات الإسلامي. نعم، طبعا تعرف هناك في إمارة الشارقة في هيئات يسمونها مركزية ولا مركزية، فيجب أن تتواصل مع أكثر من هيئة وحصر الأعداد والترتيب معهم في هذا الخصوص. نعم، من راتب هذا الشهر يعني من يعني راحت القائمة للمصرف، بحيث أن من هذا الشهر اللي هو شهر 2 ما راح يكون فيه أي استقطاع، تتقف الاستقطاعات للموظف في حكومة ما الشارقة شاء الله بدءا من هذا الشهر. وحاليا تعكف دائرة الإسكان مع دائرة المالية المركزية ومصرف الإمارات الإسلامي لحصر المبالغ التي تم دفعها من نعم. قبل المستفيدين او موظفي حكومه الشارقه لترجع لهم باثر رجعي حسب توجيهات صاحب السمو. ما شاء الله، والله هي اخبار طيبه وتسر يعني سعاده المهندس، لان في واحد مره كلمني قال لي انا حين ما يتم الحمد لله الاستقطاع مني لان بالفعل سرى علي الموضوع، لكن اخوي كذلك بدائره حكوميه اخرى كان يتم الاستقطاع، قلت له والله ما اعرف، لان يمكن بدوا على مرحله ثانيه، فهذا يعني اجابه واضحه من قبل سعادتك يعني ان من شهر 2 خلاص ما بيتم استقطاع اي مبالغ اخرى. يعني القائمة راحت تقريبا قبل عدة أيام لدائرة المالية المركزية والمصرف، ورسالة صريحة للمصرف للمال الإسلامي بإيقاف الاستقطاع ما شاء الله للقائمة المرفقة التي تم الحصول عليها والترتيب مع دوائر حكومة الشارقة ودائرة الموارد البشرية بهذا الخصوص. الله يوفقكم إن شاء الله سعادة المهندس، دائرة الإسكان على جهودكم الطيبة في خدمة المواطنين، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك سعادة المهندس. الله يسلمك. شكرا لك سعادة المهندس.